هي مغفرة قدوة بعباءة مستترة، في وقفة التكليف كانت حاضرة. حدثنا عن شعورك وأنت اليوم تقف هنا في مجموعة العميدة التعليمية لترى هذا الحفل. شعور طبعا شعور كل أب وكل عائلة وباحتضان بيتها من توصل هذا سن التكليف الشرعي، يعني فشعور ما ينوصف الصراحة. يعني أنت تشوف بدك قاعد تكبر وقاعد تمشي على طريق محمد وآل محمد، طريق الزهراء عليه السلام. طبعا هذه مبادرة جدا رائعة جدا بمعنى الكلمة، نحس بيها ثمرة تعبنا، أولا وصلنا بيتنا لهيش مستوى، وثانيا نحس أنه بيتنا دخلت في مجال عميق جدا، مجال الدين. بالنسبة لهذه المبادرة تعتبر مبادرة مباركة من قبل عتبة العباسية من ناحية توعية الفتاة في مقتبل العمر، كونها أصبحت في مرحلة التكليف الشرعي لأداء الفرائض الواجب عليها أداءها.